حول هذا الموضوع معنا الصحفي اللبناني محمود علوش. مرحبا بك سيد محمود. في أي إطار يمكن أن تأتي سلسلة الحوادث آخرها الحرائق في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان؟ نعم، تحية لك سيدي وتحية أيضا للمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالحرائق الأخيرة، لا سيما الحريقين الأخيرين في مخيمين للنازحين في البقاع، يعني لا يمكن أن أعطي معلومة حول ما إذا كانت هناك خلفيات غير طبيعية للحريق، كون التقارير تشير إلى أنه بسبب ارتفاع الحرارة وما إلى هنالك، لكن بطبيعة الحال الحريقين في الحقيقة يسلطان الضوء على الواقع المأساوي والواقع الصعب للاجئين السوريين في لبنان. يعني في فصل الشتاء هناك من يعاني بسبب البرد، وفي فصل الصيف هناك أيضا من يعاني بسبب الحر الشديد. بتقدير يعني المشاهد التي شاهدناها خلال يومين الماضيين مشاهد قاسية جدا، هي تدق ناقوس الخطر للوضع الصعب للاجئين السوريين في لبنان. في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية أو حتى البشرية. يعني الصور التي شاهدتها أنا قبل يومين من المخيم في البقاع فعلا صور مأساوية جدا، خيم نعم. على يعني هناك من يربط بين عمليات أو حوادث الحرق الأخيرة وسلسلة عمليات مداهمات قام بها الجيش اللبناني ومجموعات موالية لميليشيا حزب الله، أيضا قامت بعدة عمليات بحق اللاجئين السوريين. في الحقيقة لا يمكن، يعني في السياسة يمكن ربط الحوادث بطبيعة الحال، لكن عمليا أنا لا أملك أي معلومات تشير إلى أنه فعلا من قام أو الحريقين مفتعلين. بطبيعة الحال سيدي أعتقد أنه ما حصل حتى في مخيمات عرسال هو موضوع مهم جدا، هو يعيد إلى الواجهة ما كنا نقوله مرارا ويقوله كثيرون في لبنان وأيضا في خارج لبنان، على أن التعامل مع قضية اللاجئين يلزم أن تكون من بعد إنساني قبل أن يكون حتى أمني. وطبعا نحن لا نقلل من أهمية التجديد على مسألة الأمن في لبنان، الأمن مسألة حساسة بطبيعة الحال، وهي أيضا هي مصلحة للإخوة السوريين واللاجئين السوريين قبل أن تكون للدولة اللبنانية. لكن هناك بالفعل جانب سياسي لما يحصل في المخيمات، باستثناء كما قلت لك يعني الموضوع الحريقين، كونه لا تتوفر معلومات تشير إلى أنه هناك خلفيات غير طبيعية فيما يتعلق بهذا الموضوع. فيما حصل في عرسال، لو تعطيني بضع دقائق لو سمحت. تفضل. يعني ما حصل في مخيمات عرسال أعتقد قبل يومين هو موضوع في غاية الأهمية. هناك من يضغط باتجاه ربما تحريك ملف المخيمات في الوقت الراهن. أعتقد أن حزب الله هو من أحد الأطراف التي تضغط باتجاه أن تقوم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مخيمات اللاجئين. هذا لا ينم من إيمان الحزب بالدولة، فوجودها أصلا يتناقض مع مفهوم الدولة، بل ينبع من رغبته في تحقيق أمرين أساسيين بتفضيله. الأول هو النأي بنفسه عن هذا الملف المهم جدا، في وقت هو كان بنظر اللبنانيين هو سبب رئيسي لما يشهده لبنان، وأيضا سبب رئيسي للنزوح اللبناني، النزوح السوري إلى لبنان، لأنه لو لم يذهب إلى سوريا لما شاهدنا اللاجئين السوريين عندنا هنا في لبنان. نعم. الأمر الثاني وهو الأخطر بتقديري، حزب الله الآن يدفع باتجاه إعادة التواصل بين الدولة اللبنانية والنظام السوري. ربما يكون هناك دور آخر مرتبط بمحاولة كما قرأت إيجاد تسمية أو ما يمكن تسميتها بمصالحة تضمن عودة اللاجئين الموجودين في لبنان. نعم. إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري. نعم. ما إذا نظرنا إلى تصريحات وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم ليس فيها أي تفاؤل، ما الإجراء المتوقع اتخاذه من قبل الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بهذا الملف؟ تحدث المشنوق عن مناطق أمنة بإشراف الأمم المتحدة، لأنه قالها بصراحة لا يمكن للدولة اللبنانية أن تسيطر على هذه المناطق أو تحميها من بطش النظام السوري. يعني طبعا مسألة المناطق الآمنة ومسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هي مسألة حتى أكبر من حجم الوزير نهاد المشنوق، مع احترامي له، وحتى أكبر من حجم الدولة اللبنانية وحتى أكبر من حجم لبنان. هذه مسألة كبيرة جدا، وأعتقد أنه أي تحرك في ما يتعلق بمسألة اللاجئين هو مرتبط أصلا بالوضع السياسي وبالتسوية السياسية المقبلة إلى سوريا. الأهم الآن بتقديري أن تكون الدولة اللبنانية تتعامل بحذر شديد مع مسألة اللاجئين السوريين، ألا يتم التعامل مع المخيمات السورية في لبنان على أنها هي مصدر لعدم
الاستقرار، هناك مسألة وقضية إنسانية بالدرجة الأولى، هناك لاجئين سوريين، هناك أكثر من 2 مليون لاجئ سوري، 1.5 مليون مسجلين لدى الدولة اللبنانية، تقارير أخرى تشير إلى أن هناك 500 ألف، 500 مليون آخر غير مسجل. هؤلاء الناس هم بشر ويجب علينا أن نتعامل معهم بالدرجة الأولى من جانب إنساني قبل أن يكون جانب أمني. أيضا الدولة اللبنانية نعم هي مقصرة، ربما لا تستطيع ولا توجد إمكانات مالية للدولة اللبنانية، هذا يسعنا أيضا للحديث عن أهمية الدور الدولي وأهمية المجتمع الدولي وأهمية المساعدات الدولية التي يلزم أن تقدم للدولة اللبنانية للعمل على معالجة هذا الملف، أو على الأقل، وهنا أحذر لو تسمح لي، هناك الآن من يدفع باتجاه إعادة تفجير مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، هذه المسألة تقع على عاتق الدولة اللبنانية الحد منها، وأيضا على الأخوة السوريين، لأنه أيضا هناك كما نعرف هناك بعض الجماعات تحاول التغلغل داخل مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتالي يلزم أن تمنع تلك الجماعات من التغلغل لتفجير المخيمات. شكرا جزيلا لك محمود علوش الصحفي اللبناني.